بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواننا، يعني في هذه الليلة نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فبإذن الله تعالى عندنا أبيات منظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 100 بيت فقط، نشرحها بعد المغرب وبعد العشاء في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لكن يعني أنا أريد أننا يعني نتأدب بآداب طالب العلم. يعني في هذا المجلس لا أحد يعني يستخدم الجوال أو التصوير أو ما إلى ذلك، نريد نبقى يعني دقائق نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفر أكبر. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن محبة دين، وأمر الله سبحانه وتعالى بمحبة عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبه، وسبب هدايتنا. لو أحسن إليك إنسان لن تنسى له هذا الإحسان، فما بالك أن كل خير يلحق الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام، لما قام به عليه الصلاة والسلام من بذل غاية جهده لتبليغ هذا الدين. أوذي عودي عليه الصلاة والسلام، قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. لما أتى الله سبحانه وتعالى محاسن الأخلاق والأعمال، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن لابد نتعلم السيرة. كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الليلة نجعلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نتأسى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثمرة، ما الثمرة؟ ما النتيجة؟ ما الفائدة؟ الفائدة أن من سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان الجزاء من جنس العمل، يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول سحقا سحقا. يعني أهل البدع لا يمكن أن يكونوا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس انقسموا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرفين وسط. قسم يغلو فيه عليه الصلاة والسلام مدحا حتى ألهوه، وقسم يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم قدحا، وقسم يتوسط هم أهل السنة والجماعة. فهو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. فندرس هذه السيرة بإذن الله تعالى. نعم، اقرأ الشيخ جزاه الله خيرا. نعم، هذا النظم اقرأ. قال نعم، الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. ابن أبي العز هذا الذي شرح العقيدة الطحاوية، إمام، والنظم دائما سهل في المراجعة وفي المذاكرة. نعم، يقول الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. نعم، بدأ بالحمد لأن حمد الله سبحانه وتعالى موجب لإبقاء النعمة، ويحمد الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الرجل منزلة العلماء، وهذه منزلة رفيعة، ولا بد أن نحمد الله، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. فنحمد الله سبحانه وتعالى في أول المحاضرات، في أول القرآن، الحمد لله رب العالمين، في الصلاة. نعم، وثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم، وبعد هاك سيرة الرسول. هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، قال خذ الآن الكلام المختصر الواضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، منظومة موجزة الفصول. نعم، موجزة وليست يعني بالـ
الطويل الممل ولا بالمختصر المخل، لكن مختصر واضح بإذن الله تعالى نمر على أهم مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراحل والله أعلم تنقسم إلى مرحلتين. قبل البعثة عندنا أمر، وعندما بعث عليه الصلاة والسلام عندنا، قبل الهجرة وبعد الهجرة، ثم يأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا، ما حال الأمة؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة والعرب لا يعرفهم أحد، ليس لهم حضارة، ليس لهم شيء. الحضارة عند الفرس عند الروم، والبيت بيت الله الحرام بمكة أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت أنظار الناس إلى أن هذا البيت هو بيت لله. ماذا حدث؟ حدثت حادثة الفيل. لماذا؟ هذه مقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يسميها العلماء إرهاصات، يعني مقدمات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل عليه الصلاة والسلام. فكان الناس في جاهلية، في ضلال، يعبدون الأصنام، يلتجئون للصالحين، كذا 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 من هذه الأمور. فبعث الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يجدد لهذه الأمة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحنيفية السمحة. نعم، قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. عام الفيل وقد تقدم ولد عليه الصلاة والسلام. يا إخواننا، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نص، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا سلف الأمة ولا التابعين ولا الأئمة احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتفال جاءنا من أناس لا يعرف بالدين أصلا، أرادوا إفساد الدين علينا. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ هل احتفل الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا، الحب الحقيقي يترك هؤلاء ويرجع إلى البدعة والضلالة، نسأل الله العافية. المحبة الحقيقية الصادقة في اتباع عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه المحبة الحقيقية. نعم، فماذا نصنع؟ نصوم الاثنين. لماذا؟ يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا إشكال في هذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صيام يوم الاثنين يصح. أمنا نحتفل حتى لم يحدد، اختلف العلماء في تحديد هذا اليوم واختلفوا فيه، ثم لا يهم عندنا معرفة هذا اليوم، نعم، الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. نعم، ولد النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول. نعم، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. لو تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد يتيما ثم بعد هذا ماتت الأم على ما سيأتي، ومات الجد الذي كان في كفالته، ثم مات العم، ثم مات زوج الحنون، ثم أوذي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة، أوذي من أهل الطائف، ذهب إلى المدينة، هاجر، خرج من بلده، اختبأ في الغار، ثم ظهر النفاق، اليهود وضعوا له السم، حاصروه في مكة في الشعب، أمور حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. تطير؟ لا. تشاءم؟ لا. رجع عن العقيدة، عن التوحيد، عن الدعوة إلى الله؟ لا. إذن لابد أن تعلم أن الابتلاء لابد فيه من تعلق بالله، رضا بالقضاء والقدر. فإذا رأيت مبتلى هذا لا يدل على عدم إيمانه، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلى، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجات النبي عليه الصلاة والسلام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال ورفعنا لك ذكرك. إذن الابتلاء لا يعني عدم محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لكن لا يعني أن تتمنى البلاء، لا، تقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم،
ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، واليتيم من مات أبوه لم يبلغ، ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، نعم، فكان في كفالة جده، نعم. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة. حليمة السعدية هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة أهل مكة أنهم يضعوا الأولاد خارج مكة، لا حتى المرأة من قريش تتفرغ لزوجها. ثم مكة فيها أوبئة وأمراض، يأتيها الحجاج ويأتيها المعتمرين ويأتيها هؤلاء، فحتى لا يعني يتأذى الولد يخرجوه، ثم حتى يتعلم السليقة، يتعلم اللغة العربية، نعم. فسبحان الله، من الصغر قد يقول قائل هذا دون الفطام، يعني أقل من سنتين كيف يتعلم اللغة العربية؟ تعلم صغر، يسمع، يخزن الكلمات. نحن عندنا التربية في هذه الأيام إلا من رحم الله، تربية على ماذا؟ تربية على الموسيقى، تربية على أفلام كرتون، تربية على السحر، تربية، نعم. الأم تسكت الولد بماذا؟ ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، لكن هؤلاء يتربوا على اللغة العربية، يتربوا على الإسلام، يتربوا على السنة. فالأم عندما تسكت الولد تقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ينشأ الولد يسمع تلاوة القرآن، يسمع مثلا بعض المنظومات تقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم مثلا، وكانت أسماء رضي الله عنها تسكت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، تقول له أنت تكون بطل نبيل، ينشأ أنت تكون بطل وهو طفل الآن، نعم. فأرضعته حليمة السعدية، نعم، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، نعم. ولاحظت من هذا النبي صلى الله عليه وسلم البركة، بارك الله سبحانه وتعالى لها في لبنها وفي كذلك ما كانت ترعى لديها، و لاحظت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا بركات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ ويشب ما لا يأتي على بقية الأولاد، نعم. لكن خافت عليه عندما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وشق الصدر كان للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة اختلفوا فيها الآن قبل أن يبعث، ومرة بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، نعم. فبعد شهرين انشقاق بطنه، هذا قول أنه بعد شهرين كان الانشقاق، وهذا المرة الأولى على خلاف في المسألة، نعم. وقيل بعد أربع من سنه، نعم، يعني عندما بلغ أربع سنين عليه الصلاة والسلام. وبعد ست من شهر جاء وفاه أمه على الأبواء، توفيت وفاة أمه على الأبواء، نعم، توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، نعم. الآن أحداث تتوالى، كل الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم يفقدهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال حتى تعلم أن إذا تخلى عنك الناس ماذا تصنع؟ لا تتعلق بهم أصلا، تتعلق وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لا تتعلق بأحد، هؤلاء يذهب ويبقى الحي الذي لا يموت، نعم. قال وجده للأب عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب هذا في الحقيقة ليس باسم، هو شيبة الحمد، مفهوم؟ نعم. وهذا ليس باسم، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بهذا الاسم أو يقر على هذه التسمية، لكن عرف بهذا، هذا لقب، هذا لقب لشيبة الحمد، نعم. بعد ثمان مات من غير كذب، نعم. ثم بعد ثمان يعني من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين توفي الجد، كان في كفالة جده، توفي الجد، توفي الأب أولا، ثم توفيت الأم، ثم توفي الجد، نعم. ثم كان في كفالة عمه أبي طالب، نعم. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، نعم. ثم إلى الشام رحل، ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، نعم.
وذاك بعد عام 12 وكان نعم. من أمر بحيرة ما اشتهر. بحيرة هذا يعني نظر في النبي صلى الله عليه وسلم وخاف عليه وعرف أنه نبي الأميين، نبي هذه الأمة. نعم. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرى. نعم، هو يذكر أن هذه المرة الثانية التي هاجر فيها خرج فيها سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تجارة لخديجة رضي الله عنها، وثم عندما رجع تزوج بخديجة. خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها ولم يتسرع عليها. لماذا؟ لأنها امرأة كملها الله، قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرت بنفسها وبمالها كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فهو من ماريا، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لأمنا خديجة متجرة. نعم. وعاد لأمنا، هؤلاء أمهات المؤمنين والله لا نذكرهم إلا بخير ولا نذكرهم إلا بالجميل، والله لو يتكلم الناس في أمهاتنا ليس كالكلام في أمهات المؤمنين، فلا يمكن أن نذكرهم إلا بخير. نعم. خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لها من العمر 40 وله عليه الصلاة والسلام 25 كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا. نعم، رجع عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة وبالتجارة وكانت رابحة. نعم. فكان فيه عقده عليها. نعم. وبعده كان أهل مكة يتطلع للزواج من خديجة رضي الله عنها. نعم. وبعده إفضاؤه إليها. نعم. وولده منها خلا إبراهيم. نعم. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الولد في الشريعة يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لكن عندنا في العامية الولد هو الذكر. نعم. فالأول القاسم، الأول القاسم، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، هذا الأول. نعم. وزينب رقية وفاطمة. زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، هؤلاء أربعة من الإناث، وعندنا القاسم وذكرنا إبراهيم وعبد الله هو الطيب والطاهر، إذن المجموع سبع، كل هؤلاء ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. نعم. وأم كلثوم لهن خاتمة. نعم. والطاهر الطيب عبد الله، شيء واحد. نعم. وقيل كل اسم لفرد زاهي، قيل يعني هذا غير صحيح. نعم. والكل في حياته ذاق الحمام، يعني ماتوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعده فاطمة بنصف عام، ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف عام ستة أشهر. نعم. وبعد 35 حضر، يعني من مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أتم 35 سنة، حصل أن أهل مكة أرادوا بناء مكة، بناء الكعبة، واختلفوا في وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة، وكادوا يقتتلوا، ثم اتفقوا على أن يحكموا من يدخل عليهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله سبحانه وتعالى فرضوا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الرداء وضع فيه الحجر وأمسك كل قبيلة من طرف، ثم عندما يعني قربوه من مكانه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، ونال هذا الفضل عليه الصلاة والسلام. هذا قبل البعثة عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأمين الصادق، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الحقوق بالأمانة بكذا، عرفوه وشهدوا له بهذا. عندما نزل عليه الوحي انقلبت الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم، عاداه أقرب الناس إليه، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، شجوا رأسه، كسروا رباعيته، حرصوا على قتله، مثلوا بالصحابة رضوان الله عليهم، صنعوا وصنعوا وصنعوا، ومع هذا
يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. نعم. وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. نعم. وبعد 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. نعم. في يوم الاثنين عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 عام، نزل عليه الوحي في غار حراء، كان عليه الصلاة والسلام يتحنث يعبد الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، ولا يمكن لأحد أن يتكلم بكلمة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عصمهم الله من الوقوع في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يتحنث يعبد الله سبحانه وتعالى. ثم جاءه جبريل عليه السلام ونزل عليه الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا كان عليه الصلاة والسلام نبي. ثم عندما نزل عليه يا أيها المدثر كان عليه الصلاة والسلام رسول، قم فأنذر. إذن لو تسمع من أحد قال أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، نقول صحيح هذا وهو رسول. وبهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. في رمضان أو ربيع الأول، خلاف في المسألة هل هذا كان في رمضان أو في ربيع الأول. نعم. وسورة تقرأ أول المنزل. نعم، أول خمس آيات من هذه السورة. نعم، أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي. نعم، عليه الصلاة والسلام. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهو جبريل وهي ركعتان محكمة. أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت الصلوات المفروضة فرضت ركعتين، فزيدت في الحضر وبقيت على ما هي عليه في السفر، لكن هذا في الرباعية، في الرباعية، لكن عندنا صلاة المغرب كما هي، صلاة الفجر كما هي. نعم. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يسن قصر الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء. نعم. ثم مضت 20 يوما كاملة. نعم. فرمت الجن نجوم هائلة. الجن كانوا يسترقون السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، منعوا فعرفوا أن هناك شيء حدث. ماذا حدث؟ حدث شيء وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل هؤلاء شيء على القرآن والوحي. نعم. ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. الدعوة أول ما بدأت دعوة سرية كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في 4 بدأت الدعوة الجهرية. نعم، دعوة سرية ثم بعد هذا الدعوة الجهرية. نعم. ورابع من النساء 12. 4 من النساء و12 من الرجال، هذه في الهجرة الأولى إلى الحبشة. عندنا عندما أوذي أهل الإسلام الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أوذوا من أهل مكة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولو لم يكن هناك شبهات وشهوات كان الناس على أتقى قلب رجل واحد، قدر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، وحتى يرفع الدرجات. مفهوم؟ أي نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبهذا ابتلي هؤلاء
وأوذوا. فهاجروا من مكة إلى الحبشة لأن فيها ملك صالح. الهجرة الأولى ذكرها المؤلف وسيذكر الثانية الآن إن شاء الله تعالى. نعم. ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. نعم، ثم عادوا مرة أخرى أيضا في الهجرة الثانية إلى الحبشة. نعم. ثلاثة هم وثمانون رجل. نعم، يعني 83 رجل. نعم. ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد، يعني 18 من النساء. نعم. أسلم في السادس حمزة الأسد. نعم، حمزة رضي الله عنه أسلم. نعم، وعلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى استشهد في أحد وهو سيد الشهداء رضي الله عنه. نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخوه من الرضاعة، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. نعم. وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. يعني الآن بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني تم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 8 سنين وبدأ في التاسعة، الآن مات العم أبو طالب، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها الزوجة الحنون. نعم. وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. نعم. وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما. نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى قوم خاصة كما كان هذا في حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل بعث إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، كائنا من كان، يهودي نصراني مجوسي غيره. بعث إلى الثقلين، والله سبحانه وتعالى صرف إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن يستمعون القرآن. وعجب من هؤلاء، فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعرفوا أدب الطلب، أدب التلقي، ظلوا يستمعون، قالوا أنصتوا، لا أحد يتكلم. عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا؟ علم الآن تعلموه بأدب، يعملوا ويرجعوا إلى قومهم، ينذروهم، يعلموهم. هذه الدعوة جيل بعد جيل تتناقل. نعم. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده. الآن توفيت خديجة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لديه الآن لابد من رعاية الأولاد، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوج بسودة رضي الله عنها. سودة رضي الله عنها قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة ضحت بأغلى ما يملك النساء، خافت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها لأنها كبيرة في السن. فماذا صنعت؟ وهبت يومها لمن؟ لعائشة، حتى يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقيها، وحتى يموت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن قدمت الآخرة على الدنيا، قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خديجة رضي الله عنها لم يتزوج عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتصاب عليه، ماتت خديجة تزوج بسودة، وسودة رضي الله عنها قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا قلنا في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لأم المؤمنين عائشة رضوان الله على أمهات المؤمنين أجمعين. لماذا؟ حتى يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. نعم، العقد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين. نعم. وبعد 50 وعام تالي
نعم. أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت. هي خمس في العدد وخمسين في الأجر، فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه، فرضت في ليلة أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لأمته. وهذه الصلوات المفروضة الخمس لابد أن أديها جماعة في المساجد، هذه واجبة على الرجال البالغين. نعم. قال: والبيعة الأولى مع اثني عشر. عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، لأنه أوذي في مكة وأراد أن ينتشر هذا الدين، وأصر وبقي على هذا الطريق إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فجاء أناس من الأوس والخزرج هم الأنصار، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. فهذه البيعة الأولى عندنا، إذن بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار البيعة الأولى، ثم البيعة الثانية، ثم بعد هذا هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. نعم. والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر. نعم، هذه البيعة الأولى. نعم. وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبت. نعم، من طيب في موسم الحج أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا البيعة الثانية. نعم. ثم بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يهاجروا من مكة إلى المدينة. نعم. من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. نعم، إذن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. وضع في مكانه علي رضي الله عنه حتى يرجع الأمانات التي كانت لديه. كفار مكة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمنوا على أموالهم، وهو عليه الصلاة والسلام عرف بالأمين، أراد أن يرجعها لهم ولم يأخذ منها شيئا. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بعض العلماء يقول لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم صنع أكثر من هذا. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين. نعم، الآن أربعين سنة ثم بعث عليه الصلاة والسلام، وثلاث عشر سنة في مكة، فرضت الصلوات المفروضة قبل الهجرة بثلاث سنين، ثم بعد هذا هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم، كانت المدينة تسمى يثرب وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعيد هذه التسمية للمدينة، مفهوم؟ أي نعم، يعني يحرم إطلاق هذا الاسم على المدينة، مفهوم؟ لأن من غيرها غير لها هذا الاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. نعم، عشر سنين كاملة بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام وقد أتم 63 عام. نعم. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما أكمل صلاة الحضر يعني الرباعية. نعم. من بعد ما جمع فاسمع خبري. احنا تقدم معنا أن الصلوات أول ما فرضت ركعتين، أقرت في السفر وزيدت في الحضر. نعم. بعد هذا ثم بنى المسجد في قباء. سبحان الله، ومسجد هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الدنيا، يريد الآخرة. أول ما يفكر فيه الإنسان إذا ارتحل إلى بلد، السكن، الفندق، المكان الذي ينزل فيه، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به بنى المسجد. مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، ولهذا كان له فضل، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له أجر عمره. ثم بعد هذا بنى المسجد النبوي، ثم بعد هذا بنى حجرة. هذه الحجرة تستطيع أن تقول متر ونصف في متر ونصف،
إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسجد وعائشة نائمة، لابد ترفع رجليها حتى يسجد. منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، منذ أن قدم المدينة، وهذه الغرفة متر ونصف في متر ونصف إلى أن توفاه الله، جاءت الفتوحات جاءت الأموال، لم تتغير هذه الغرفة، غرفة لسودة وبجانبها غرفة لأم المؤمنين عائشة، لم تتغير هذه الغرفة. وسع المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسع المسجد النبوي، ولم يوسع الحجرات. لماذا؟ لأنه عابر سبيل، ما أراد الدنيا. ملكة سبأ أرادت أن تختبر سليمان عليه الصلاة والسلام، أرادت أن تعرف هل هذا يريد الدنيا؟ إذا يريد الدنيا نعطيه الدنيا، يتركنا وشأننا، صحيح؟ فأرسلت إليه هدية، قال أتمدونني بمال؟ عرفت في هذا الوقت أن هذا الرجل لا يريد الدنيا، هذا يريد الآخر، إذا ما يمكن يقاتل، مفهوم إخوانه؟ بهذا ننتصر. لم يفكر إلا في بناء المسجد. إذن إخواننا، عمارة المساجد أمر مهم جدا. نعم. ثم بنى المسجد في قباء. نعم. ومسجد المدينة الغراء. المدينة وهو المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم بنى من حوله مساكنه. نعم. ثم أتى حجرة لسودة وحجرة لعائشة، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. نعم. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. نعم، جاء من هاجر إلى الحبشة جاءوا إلى المدينة. نعم. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. قضية حصلت أن الآن أمة من أهل مكة هاجروا المدينة، وكيف يكون الآن لا فنادق، صحيح، لا مساكن، لا كذا لا كذا، ماذا حصل؟ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، هذه لم تسجل في التاريخ، يعني مثل هذا لم يحدث في التاريخ قط، هذه الأخوة التي كانت بينهم، وأن الواحد يقسم الأموال، حتى البعض قسم الزوجات، بر آدم يقسم، قال انظر اختر إحدى الزوجتين، هو اللي يختار، أطلقها، فإذا انقضت عدتها تتزوج منها. سبحان الله، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. إخواننا لو كنا على هذا الحال لكنا والله في نعمة وخير، لكن اليوم إلا من رحم الله يأكل البعض البعض. نعم، الصلاة والسلام. ثم بنى بابنة خير صحبه. العقد كان، قلنا قبل البعثة، قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. وشرع الأذان فاقتدى به. يا أخواننا، لابد من النظر في السيرة إلى أمور مهمة. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكر إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا في التعدد، تتعدد عليه الصلاة والسلام مصالح ومنافع للأمة، منها نقل الشريعة، منها أن قلنا سودة رضي الله عنها قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج على خديجة ولم يتسرع عليها، هذه الأمور لابد من النظر لها، لأن أعداء الإسلام اليوم يتكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو ننظر في الآن يأتيك الغزوات، غزوات قالوا منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى أن توفاه الله، الغزوات قالوا تقريبا 99 تقريبا، ما شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم 27 أو 29، لا إشكال الآن. المهم هذه 99 فأكثر أو أقل
عدد القتلى من الكفار كم؟ ما تجاوزوا 1200 رجل، ما تجاوزوا هذا العدد في ثانية في الحرب العالمية، وقد يكون أكثر. لم يقتل من الكفار مرأة أو طفل، مرأة واحدة ولا طفل واحد ولا مريض ولا مجنون ولا عابد، سبحان الله. وهذا الذي تراه اليوم ممن يدعي أنه جهاد وكذا، يعني تنظر، لابد ننظر إلى أمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نركز على هذه المسائل في السيرة حتى نسير عليها. نعم. وغزوة الأبواء الآن خلاصة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أهم الغزوات، أهم الغزوات مهمة جدا نضبطها، سبعة. كم؟ سبعة: بدر، أحد، الخندق، خلاص، وتسمى الأحزاب. طيب، وعندنا فتح مكة وخيبر وتبوك وحنين، هذه أهم الغزوات كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، مهمة جدا. بدر تسمى بدر الكبرى، لأن عندنا بدر الموعد، وواعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا العام الثاني ولم يأتوا، مفهوم؟ نعم، على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إذن أهم الغزوات عندنا سبعة نركز عليها. نعم. وغزوة الأبواء بعد في صفر. نعم. هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. غزو اشتهر لأن الجهاد فرض بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزكاة في الأصل فرضت في مكة، لكن مقادير الزكاة وأهل الزكاة والتفصيل في الزكاة كان في المدينة. نعم. إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب. كانت القبلة أول ما كانت إلى بيت المقدس، ثم تحولت، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، أي بعد الهجرة تحولت إلى مكة. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم. من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. نعم، فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. نعم. والغزوة الكبرى التي ببدر، هذا قلنا غزوة بدر الكبرى، لماذا تسمى بالكبرى؟ لأن عندنا غزوة بدر اللي هي يسميها العلماء الموعد، يعني في العام الثاني. نعم. والله سبحانه وتعالى صرف كفار مكة، لم يأتوا. نعم. في الصوم في سابع عشر الشهر. نعم، في كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان. نعم. ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. نعم، وجبت زكاة الفطر على كل مسلم غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان يخرج صاع من طعام. نعم. وفي زكاة المال خلف فدر. قلنا زكاة المال فرضت في مكة الزكاة، أما مقادير الزكاة وما إلى ذلك هذا كان في المدينة. نعم. وماتت ابنة النبي البر. نعم. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وغرس الطهر. طيب، الآن لم يسمع في التاريخ ولم يعرف أن أحد تزوج بابنتي نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام إلا عثمان، ولهذا كان يلقب عثمان بذو النورين، تزوج الأولى ثم تزوج الثانية. هذا الرجل رضي الله عنه قال عنه النبي ما ضر عثمان رضي الله عنه ما فعل بعد اليوم مما صنع رضي الله عنه، جهز جئس العسرة رضي الله عنه وتستحي منه الملائكة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر. نعم. فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. نعم، فاطمة رضي الله عنها تزوجت بعلي رضي الله عنه وأرضاه،
رابع الخلفاء الراشدين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل رباه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ربى علي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى علي رضي الله عنه، لأن كان أبو طالب يعني لديه أولاد كثر ولديه شيء من الحاجة والفقر، شيء يعني من قلة ذات اليد، نعم هذا الصحيح، قلة ذات اليد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تولى تربية علي رضي الله عنه، نعم وأرضاه. وقينقاع غزوهم في الأثر في الإثر نعم. وبعد ضحى يوم عيد النحر، الله أعلم ضحى يمكن ضحى نعم. نعم وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني عيد الذي يكون في ذو الحجة، نعم، لأن أهل الإسلام لديهم عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد المولد النبوي، عيد رأس السنة، عيد الحب، عيد الكفر، عيد الضلال، عيد الاحتفال بكذا بكذا بكذا، هذا ليس لنا أهل الإسلام. عندنا عيد نعبد فيه الله، نقرب إلى الله قربان، في عيد الفطر نواسي الفقراء بزكاة الفطر، في عيد الأضحى الذبائح، ثلث يتصدق، ثلث يأكل، ثلث يهدي. فهذه الشريعة كلها خير، دلت، يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، ولم يطرق العالم مثل هذه الشريعة، تكفي يقول شاهد في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وأكثر من هذا؟ فلا بد أن المسلم يعتز، أعزنا الله بالإسلام، نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وغزوة السويق ثم قرقرة، نعم، قلنا هذه الغزوات المهم عندنا سبعة لأننا نريد نختصر الآن، نعم. والغزو في الثالثة المشتهرة، نعم، في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم، نعم، زوج عثمان بها وخصة، ثم تزوج النبي حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، نعم. بعض العلماء يقول إذا أردت أن تحفظ أمهات المؤمنين تجمعهم في قولك، ما ماذا تقول؟ من يعرف؟ ها، خبز مع جزر صحة، خبز مع جزر صحة، ولا لا لا خبز ولا خس مع جزر صحة، خلاص، هذا أمهات المؤمنين. الخاء خديجة، والسين سودة، والميم ميمونة، خلاص، والعين عائشة، الجيم والجيم جؤرية، طيب وزينب، عندنا زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، بعدين صحة الصاد صفية، الصاد يقول حفصة، نعم ما عندك مشكلة، طيب أشفقي، والحاء حفصة، والتاء المربوطة صحة الهاء تامن الهاء هند بنت أبي سفيان اللي هي نسميها أم حبيبة، نعم، هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. إيش قلنا؟ خس مع جزر صحة، تمام؟ معلومة حلوة، نعم. يلا وزينبا ثم غزا إلى أحد، غزا إلى أحد، هذه المعركة، هذه الغزوة أحد لا يمكن أن تكون هزيمة. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فوائد مترتبة على ما حصل في أحد، حتى القادة العسكريين
عندما يأتوا تكلم عن أحد يقول هذه ليست بهزيمة، لأنه لو كانت هزيمة ماذا كان صنع الكفار؟ قضوا على كل شيء، مجرد رأوا شيء من النصر فروا وقالوا انتصرنا. 70 رجل تقريبا القتلى، مفهوم؟ الشهداء من المسلمين. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الأمة ماذا؟ خطر المعصية وأنه لابد من الطاعة. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هؤلاء شهداء أحد، صحيح؟ أي نعم، أمور حدثت مترتبة على ما حدث في أحد، على ما حدث. لا يمكن نقول أنها هزيمة، ليست بهزيمة بل نصر، مفهوم؟ أي نعم. قال: وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. حمراء الأسد، الآن حصل ما حصل في أحد، لقي أبو سفيان، أبو سفيان في هذا الوقت لم يسلم بعد، لقي ركب جماعة من الناس، إلى أين؟ سألهم إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قال: أخبروا محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه أن نعد العدة ونريد أن نرجع بعد ما حصل في أحد حتى نقضي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه. فجاء الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بخبر من؟ أبو سفيان وقريش والأحزاب، أنه يجمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قلة عتاد وعدة وما حصل في أحد وكذا. الذين قال لهم الناس، الركب: إن الناس قريش قد جمعوا لكم، فخشوهم، خافوا منهم، فزادهم إيمانا. بماذا؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا حسبنا الله ونعم الوكيل لابد تكون قول كل مسلم عند الشدة، عند الكرب. ما تقول يا تجاني ولا كذا، لا، شرك أكبر لو تنادي غير الله، صح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفور الجيش بالتجهز، تجهزوا خرجوا إلى مكان يعني قريب من مكة بعد من المدينة، بعد الميقات، بعد ميقات المدينة، على مدخل القادم من مكة قريب المدينة، يسمى حمراء الأسد أو كذا، مفهوم؟ انتظر النبي صلى الله عليه وسلم قدوم أحد، ما قدم، كفار مكة لم يأتوا. لماذا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا صنعوا؟ التجوا إلى الله مع عمل، أخذ بالأسباب، صح؟ فانقلبوا، رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. والله لو تكون مع الله ما يضرك أحد. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار، ما استطاعوا أن يؤذوه، سبحان الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن. نعم، عندنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أبناء فاطمة رضي الله عنها. جاء وقت الأذان؟ طيب، 3 دقائق. نعم. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. نعم، اليهود آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: كل شر يلحق الأمة الإسلامية سبب اليهود، كل شر يلحق الأمة لو تبحث عن منبع هذا الشر تجد أصله اليهود. نعم، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا له السم في الشاة عندما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ اللقمة لم يأكلها عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعد موت زينب المقدمة، يعني لأن عندنا قلنا زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. نعم. وبعده نكاح أم سلمة. نعم. وبنت جحش ثم بدر الموعد الموعد قلناها واعده، واعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا. نعم.
وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. اذكروا نعمة الله عليكم في ماذا؟ في هذه في الأحزاب. الله أعلم، نتوقف هنا. بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى نكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله.